الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفيني، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح حنيني، والقاطعين أراك تكيما تقيل في ظل أوراق لها غصوني ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا ديني والداخلين على البتولة بيتها وويلا، والمسقطين لها أعز جنين، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي واشكو للإله شجاني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنيت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزان، أبتا هذا السامري وعجله ت
تبعايا يا ومال الناس عن هارون لتلومني لو هاجت احزان يا سلمان كأنك ما تدري بالذي فعلت العدوى من اخذوا حقي ولا راعوا الوصية وهجموا علي داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبراته جريا وينظر بابنا وجو النيرة لتلومني ضلع انكسار بالباب قوى ما قصروا بينا عدي من المروى جنك ما تدري هالعدو بيش سوى سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة ظهري انكسر من ضربتي المسمار صدري واللي طمت عيوني وداح الباب يدري كل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان ولكن الأمر والمرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال تعالى في محكم كتابه وخطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آية من آيات كتاب الله الكريم تتحدث عن البلاء وليست هي فقط الآية الوحيدة في القرآن التي تتحدث عن البلاء بل إن هناك الكثير من المواضع والمواطن في القرآن الكريم تحدثت عن البلاء ولو دقق الإنسان في هذه الآيات العظيمة والكريمة
لوجد أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين بأن الدنيا والبلاء مقترنان مع بعضهما البعض، أي بمعنى أن الإنسان مهما عاش ما عاش في دار الدنيا فإنه لا بد أن يصاب بالبلاء عاجلا أم آجلا. بالإضافة إلى ذلك، مهما كان ذلك الإنسان، كان كبيرا أم كان صغيرا، امرأة أم رجل، رئيسا أم فقير، إلى آخره، بشتى وأصناف وأنواع الإنسان على وجه هذه الأرض وبشكل عام، كل إنسان مهما كان لابد أن يصاب بالبلاء في يوم من الأيام. والآيات الشريفة تبين ذلك، غير هذه الآية التي تلوناها عليكم في بداية الموضوع. آيات أخرى من آيات الله تعالى تقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. آية تتحدث عن البلاء. آية أخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آية أخرى تتكلم كذلك عن البلاء، وفي موطن آخر: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وآية أخرى تقرأ في ليالي القدر وقد مررنا عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ليست فقط هذه الآيات، بل هناك آيات أخرى كذلك تتكلم عن البلاء وتشدد وتؤكد على أن الإنسان لا بد له من البلاء في دار الدنيا، ليس فقط من جهة آيات الله تعالى، بل كذلك من ناحية روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونكتفي بكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبه التي كان فيها يصف الدنيا، عندما يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ويصف الدنيا يقول: ما أقول في دار أولها بلاء وآخرها فناء. بعد هناك كلمة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف الدنيا بقول وبوصف آخر، يقول: دار بالبلاء ماذا؟ محفوفة. يعني يريد أن يبين أمير المؤمنين عليه السلام بأن الإنسان يدخل في بلاء وينتهي من بلاء آخر، وينتهي من آخر ويدخل في بلاء آخر. قد ينتهي اليوم مثلا من بلاء المرض، وغدا يدخل في بلاء الفقر، وهكذا هي الدنيا إلى أن يموت الإنسان ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تبينت لنا الصورة من خلال آيات الله ومن خلال كلمات أهل البيت عليهم السلام بأن البلاء سنة من سنن الله تعالى في دار الدنيا. إلا أن السؤال المهم الذي لا بد أن يطرح في هذه الليلة، وهو: لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ ما هو سبب هذا البلاء؟
أهناك حكمة إلهية؟ طبعا الله سبحانه وتعالى من البديهي لا يفعل فعلا ولا يعمل عملا إلا وفيه حكمة وفيه مصلحة لعباده. إذن فهناك حكمة إلهية من هذا البلاء. وبصيغة أخرى، ما هي فلسفة البلاء؟ لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ هناك عدة أجوبة، نحن نكتفي بثلاثة منها في هذه الليلة. السبب الأول الذي من خلاله يبتلينا الله سبحانه وتعالى هو عقوبة على ذنب، أي بأن الله تعالى لم يبتلي هذا الإنسان إلا بسبب أن هذا قد اقترف ذنبا في حياته، وبسبب أنه اقترف ذنب فنزل عليه البلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشار إليه في آيات الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن فينزل البلاء على هذا الإنسان بسبب الذنب الذي اقترفه في حياته. لكن سؤال آخر في هذه النقطة يطرح: لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي اقترف ذنبا في حياته؟ ما هو السبب؟ هناك سببان. السبب الأول أن الله تعالى من رحمته لا يريد أن يعاقب هذا الإنسان في دار الآخرة، فيبتليه في دار الدنيا وبهذا البلاء يغفر له ذنبه الذي اقترفه، فيأتي إلى الله تعالى يوم القيامة طاهرا مطهرا من هذا الذنب. وإلا لو تركه الله سبحانه وتعالى دون بلاء في دار الدنيا وجاء إلى الله تعالى بذلك الذنب الذي اقترفه في دار الدنيا، فإنه سيواجه بلاء وعذاب أشد وأعظم من الدنيا، وعذاب الله في الآخرة أشد بكثير، وإن عذاب الله لشديد. وبالتالي فمن رحمته يبتلي هذا الإنسان. لماذا؟ لكي يغفر له في الدنيا الذنب الذي اقترفه، فيأتي إلى الله طاهرا من ذلك الذنب. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الله يبتلي هذا الذي اقترف ذنبان كي لا يتمادى في ذنبه. اليوم يرتكب الذنب كم؟ بدرجة 10%، وغدا يتمادى في هذا الذنب إلى 20%، إلى أن يصل إلى 50% في ارتكابه لهذا الذنب. فيتطور هذا الإنسان في ارتكاب القبيح وفي ارتكاب الذنب، وقد ينشر الفساد في ذلك المجتمع الذي يعيشه. وبالتالي فإن الله تعالى ينزل البلاء على هذا الإنسان حتى يقف على عند حده، يقف عند حده فيحذره بأنك عملت هذا الذنب فأصابتك هذه المصيبة وهذه البلية، فإن ارتكبت الذنب مرة أخرى ستأتيك بلية أعظم وأشد من هذه البلية، فاعتبر أيها الإنسان. هذا هو السبب الأول الذي بسببه يبتلينا الله سبحانه وتعالى: عقوبة على ذنب. السبب الثاني هو امتحان الإنسان المؤمن، أي بمعنى آخر لكي يرى الله إيمانك. يمتحن هذا الإيمان، هل هو إيمان صادق أم هو إيمان كاذب؟ هل أنك آمنت بالله بلسانك وقلبك أم فقط آمنت بالله بلسانك دون قلبك؟ فعند البلية، فعند التمحيص،
فعند المصيبة يخرج ما في داخل الإنسان من الإيمان، من الصدق، مما كان يبطنه داخل نفسه. هل هو أنه قد آمن بالله وأنه كان يحمل إيمانا صادقا، أم كان يحمل إيمانا صوريا قد آمن بالله فقط بلسانه؟ بمثال آخر بعيد عن الموضوع، أنت لو كان لديك صديق مثلا وتريد أن تعرف بأن هذا الصديق يحبك أم لا، يصادقك لأنه يحبك أم لا، هل يحمل عليك شيئا أم لا؟ تقول بعض الروايات أغضبه، أغضب هذا الصديق. عند وقت الغضب ماذا يخرج؟ كل ما في نفسه تجاهك، وسيبين لك بالتالي أنه هل هو حقا بالصديق أم لا. كذلك الله سبحانه وتعالى تجاه المؤمن يبتلي لكي يرى إيمانه، فهل آمن بإيمان حقيقي أم آمن بإيمان صوري؟ وإليك في هذه النقطة صورتان: الصورة الأولى أن يبتلي الله فردا واحدا، وفي الصورة الثانية أن يبتلي الله مجتمعا، أي بمعنى آخر أن يمتحن الله إيمان فرد واحد أو أن يمتحن الله سبحانه وتعالى إيمان مجتمع أو دولة بأكملها. فأما في القسم الأول أن يمتحن الله فردا واحدا، فخذ من هذه القصة التي رواها القرآن عن نبي الله أيوب الذي اقترن اسمه بالصبر، فيقال صبر أيوب وأيوب الصابر. أيوب نبي من أنبياء الله، طبعا هذه القصة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يخاطب ربه وكيف يواجه البلاء وكيف يواجه المصيبة إذا جاءت له في حياته المستقبلية. أيوب عليه السلام نبي من الأنبياء أرسله الله تعالى إلى قوم ليبلغ رسالته، فأعطى الله أيوب المال وأعطاه الأولاد وأعطاه القوة في الجسم. مرت الأيام ولم تكن إلا مدة بسيطة وقصيرة على هذه الثروة وعلى هؤلاء الأولاد وعلى هذه القوة، إلى أن فجأة مات أولاد أيوب. هذا هو البلاء الأول على نبينا أيوب، وفجأة فقد نبينا أيوب عليه السلام ماله وثروته، وفي نفس الوقت أصيب بمرض لا يستطيع من خلاله لا القيام ولا الحركة. ثلاثة ابتلاءات مرة واحدة، يعني فقر ومرض وفقدان أولاد، شلون هذا البلاء؟ الله سبحانه وتعالى لا يبتلي، لا يعطي الإنسان بلاء إلا بقدر إيمانه، كلما كان الإيمان عظيما كان البلاء عظيم، كلما كان الإيمان ضعيفا كان البلاء ضعيف، على قدر إيمان هذا الإنسان. ونحن نلاحظ من شدة هذا البلاء يبين لنا بأن إيمان أيوب بالله سبحانه وتعالى هو إيمان صادق، إيمان عظيم، إيمان شديد بالله سبحانه وتعالى. على كل حال أصيب أيوب بالمرض وبالفقر وأنه فقد الأولاد، وأزيدك على هذا الشعر بيت آخر: بأن كل أصحابه وكل المقربين منه قد ابتعدوا عن أيوب، خافوا أن ينقل لهم العدوى، عدوى المرض، فخافوا على أنفسهم وابتعدوا عن أيوب. هذه مصيبة،
وأعطيك كذلك على ذلك بأن زوجة أيوب لم تتحمل ولم تصبر على البلاء الذي وقع فيه أيوب، فقالت له في يوم من الأيام: يا أيوب، لماذا لا ترفع يديك إلى الله عز وجل وتدعو الله بأن يكشف عنك هذا الضر؟ فقال لها أيوب بلسانه النبوي: كم لبثت في الرخاء؟ كم لبثت في الرخاء أنا؟ قالت له: 80 سنة. قال لها: وكم لبثت في البلاء؟ قالت له: 7 سنوات. قال لها: أما أستحي من الله عز وجل أن أطلب منه أن يكشف عني البلاء ولم أقضي مدة بلائي كمدة رخائي؟ لاحظ شلون هذا التواضع وهذا الأدب من أيوب مع ربه عز وجل. فمرت الأيام ومرت الأيام، فلم تستطع زوجة أيوب أن تصبر على بلاء أيوب، فتركت وبقي أيوب وحيدا، لا مال، لا أهل، لا جماعة، لا زوجة، والمرض، لا قيام، لا حركة، لا قعود، إلى آخره. بقي هكذا. لكن لاحظ ماذا قال أيوب، خذ هذه العبرة، بأن أيوب رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآية وتأمل: وأيوب إذ نادى ربه: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دقق في الآية: ربي أني مسني الضر فقط، يعني ما قال ربي اكشف عني الضر، ما قال ربي إني أصبت بالمرض وأصبت بالوحدة وأصبت بالفقر، قال فقط: ربي مسني الضر، أنا عندي ضر فقط، وأنت أرحم الراحمين. ماذا يريد أن يشير أيوب؟ يقول، يريد أن يقول: يا ربي أنت أعلم بي من نفسي، فإن كان هذا المرض فيه مصلحة لي فأبقني على هذا المرض، أنا راض بقضائك وقدرك يا ربي، وإن كان شفائي فيه مصلحة لي فاشفني يا ربي، ربي مسني الضر فقط وأنت الباقي عليك يا ربي، أي المصلحة تراها فافعل بي ما شئت يا ربي. هكذا كان أيوب عليه السلام. خذ هذه القصة عبرة في حياتك، إلى أنه عندما تصيبك مصيبة، أبعد الله إياكم عن المصائب والبلايا، ولكن عندما تصاب بمصيبة اعرف كيف كان أنبياء الله عليهم السلام وكيف كان أهل البيت عليهم السلام يتعاملون مع هذه المصيبة، كيف كان برنامجهم مع الله سبحانه وتعالى عندما يصابون بمصيبة، وكيف كانوا يلهون أنفسهم ويبعدون أنفسهم عن تلك المصيبة. هذا من ناحية الفرد. أما من ناحية المجتمع، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحن إيمان هذا المجتمع أو إيمان هذا البلد، فقد يرسل عليهم الفقر، قد يرسل عليهم المرض، مرض ينتشر في البلاد أو مرض ينتشر في هذا المجتمع، أو قد يرسل عليهم حاكم ظالم يحكمهم فينتهب ثروتهم ويسلبهم حريتهم وحقهم ويسجن أولادهم ويمنعهم من حرية الرأي وإلى آخره، ويضرب نساءهم ويكسوي وإلى آخره من أفعال، فهذا بلاء ليرى الله سبحانه وتعالى صبر هذا المجتمع، أيصبر بالله ويرفع يديه إلى الله ويسأله بالفرج ويجعل ويضع يده مع الله، أم أنه ييأس ويبقى ويجلس في البيت؟ هكذا هو البلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب الثاني.
السبب الثالث لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ يبتلينا ليرفع من درجاتنا. بعض المؤمنين الله سبحانه وتعالى يبتليهم ليرفع من درجاتهم. من مثلا؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين لم يقترف ذنبا في حياته حتى يبتليه الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لا يشك في إيمان الحسين عليه السلام حتى يبتليه الله ببلاء ليرى إيمان الحسين عليه السلام، فإيمانه صادق. لكن الله تعالى ابتلى الحسين عليه السلام ليرفع من درجاته. وأين الدليل؟ الدليل هنا أنه عندما صدر الأمر من يزيد أن اقتلوا الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة، قبل أن يخرج الحسين عليه السلام من الحجاز ذهب إلى المدينة إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو له البلايا والمصائب التي وقعت عليه في حياته، ووضع رأسه ووأت عيناه ورأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال النبي؟ قال: بني حسين، إن لك درجات عند الله، أو أن لك درجة في الجنة عند الله لن تنالها إلا بالشهادة. يعني هذه الدرجة لن تنالها إلا عندما يقتل علي الأكبر عليه السلام أمام ناظر عينيك، لن تنال هذه الدرجة إلا عندما يضرب عبد الله الرضيع بذلك السهم، لن تنال هذه الشهادة إلا عندما ترض تلك الضلوع يا أبا عبد الله. هذه الدرجة. نعم، كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقعت عليه الكثير من البلايا والكثير من الرزايا، ومن أعظم تلك البلايا والرزايا أنه عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع القوم في السقيفة ثم ذهبوا إلى دار فاطمة، فوقفوا عند دار فاطمة الزهراء عليها السلام وهم ينادون: يا علي اخرج وإلا أضرمنا دارك النار، اخرج يا علي وبايع وإلا أضرمنا عليك النار. ها، كل هذا يجري أمام ناظر علي بن أبي طالب عليه السلام، إلا أنه كان صابرا محتسبا أمره لله تعالى إلى أن جرى ما جرى على فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث فتح العدو الباب على الزهراء وجعلها بين الباب والجدار، وكأني بها تنادي: فضة فضة إليك خذيني، وإلى صدرك فسنديني، فوالله لقد أسقطوا جنيني. ها، وأمير المؤمنين كان صابرا محتسبا أمره لله إلى أن مضت الأيام على فاطمة، فرحلت فاطمة، فبقي أمير المؤمنين وحيدا دون فاطمة. ذهب إلى قبر ابن عمه رسول الله يشكو إليه ما جرى على ابنته، وكأني بالدموع على عيني، وهو ينادي: حيدر على قبر النبي نادي، يا مختار ما دريت بهالوديع بحال هش صار. و
وصيتني وانا صبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وذيك الوديع روعوها ولببوني وانا وحيد ولا شفت لي منهم انصاف لعاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة ومن كثر تلوع الرجال صارت عليلة شحشي وشعدد من مصايب هالجلي وكل ما شفت هالحال قلبي اشتعل لا لكن الأمر والمرجع لله يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سوءا إلا صرفته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم شافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات وفك أسراهم ورد غرباهم إلى أوطانهم سالمين غانمين اللهم فرج عن عبدك السيد علي السيد يوسف ورده إلى وطنه وإلى أهله سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق فاطمة الزهراء عليها السلام عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وإلى أرواح أموات المؤسسين تسبقها صلوات على محمد وآله الطاهرين. مأجورين جميعا، برنامج البيوت العامرة الليلة إن شاء الله الساعة 11:15 في بيت السيد محفوظ. برنامج الدروس البيوت العامرة الليلة الساعة 11:15 منزل السيد محفوظ، هناك ختمة وأدعية ثم وجبة سحور 11:15 بيت السيد محفوظ.